السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الدورة التعليمية الخاصة ببرنامج أوتو بلاي ميديا ستوديو. هذا البرنامج الذي يتم تثبيته على نظام تشغيل الويندوز بمختلف إصداراته، ومصمم أساسا من أجل إنشاء عمل أقراص تفاعلية، وكذلك إنشاء أسطوانات ذاتية الإقلاع، وإنشاء التطبيقات المحمولة والعروض التقديمية والتفاعلية وغيرها كثير سوف نتعرف عليه في هذه الدورة. بعد تنزيل البرنامج سوف تكون أيقونته على الشكل التالي، وقد اخترت هنا تنزيل آخر نسخة من البرنامج وهي النسخة 8.5، وتتميز هذه النسخة من برنامج أوتو بلاي بمجموعة من الخصائص، أهمها تسهيل ميزة السحب والإفلات، أي سحب الصور، الفيديوهات، الأوديو وغير ذلك. ثانيا تحسين أسلوب التطوير فيها، حتى أنه لا يجب عليك أن تكون مبرمج حتى تقوم بالعمل عليه، أي أن البرنامج سوف يوفر عليكم عناء تعلم لغات البرمجة، فهو يتوفر على سكريبتات أو أكواد برمجية جاهزة. ثالثا البرنامج يسهل بيئة التطوير واستخدام الأوامر البرمجية عبر استخدام لغة خاصة تسمى لوا. ثم أن هذه النسخة تم إضافة إليها أكثر من 20 أوبجكت أو مشروع عمل إلى نافذة التطوير، وهذا سوف يسهل عليكم العمل بشكل كبير. إن توسيع ورفع كفاءة بعض الأدوات والإضافات السابقة تعطي خيارات أكبر، كما أن تطوير بيئة العمل داخل البرنامج يعطي مرونة في التعامل معه، وبالتالي سوف تبدعون كثيرا في إنشاء مجموعة من التطبيقات سواء كنتم معلمين أو متعلمين. إذن في هذا الدرس الأول من هذه الدورة سوف نشرح طريقة تثبيت البرنامج. البرنامج بطبيعة الحال هو غير مجاني، أي أنه برنامج مدفوع، إلا أنه يعطي مدة تجريبية تصل إلى 30 يوما. إذا أعجبكم البرنامج يمكنكم آنذاك اقتناؤه أو الحصول على الكراك من الانترنت. وإذا بعد تنزيل نسخة أوتو بلاي نقوم بالضغط عليها مرتين بزر الفأرة، سوف ننتظر بعض الوقت، ستخرج هذه النافذة لبدء عملية التثبيت. سوف نقوم بالضغط على Next أو التالي. بعد ذلك سوف نقوم بالموافقة على شروط الاستخدام بالضغط على خانة Agree to the Terms of this License Agreement، يعني الموافقة على شروط الاستخدام. بعدها الضغط على Next أو تالي. بعد ذلك يطلب منا البرنامج بإدخال الاسم واسم الشركة والمؤسسة التي ننتمي لها، هذه اختيارية بطبيعة الحال. ثم السيريال نمبر، هنا في الاسم سوف أقوم بكتابة اسمي مثلا، هنا سوف أختار أي اسم مثلا تيك، هنا سأقوم بإدخال السيريال نمبر الذي أتوفر عليه، ثم بعد ذلك الضغط على Next أو التالي. هنا يطلب منا اختيار الموضع الذي سوف يتم فيه تثبيت البرنامج، أو سوف نتركه هنا افتراضي، وهذا الذي أفضله أي على البروغرام فايلز. إذن هنا يخبرنا بأنه سيأخذ حوالي 86 ميجا بايت من مساحة الكمبيوتر، بطبيعة الحال هنا مساحة كافية لدي، إذن هنا يعطيني المساحة التي تبقت لدي إذن في القرص الصلب. ثم بعد ذلك نضغط على Next أو التالي. هنا يخبرني بأن سوف ينشئ ملف سوف تضع فيه جميع المشاريع والأعمال التي سوف نقوم بالشغال عليها في البرنامج تحت هذا المسمى أوتو بلاي ميديا ستوديو 8، أو يمكننا تغيير بطبيعة الحال هذا الاسم إذا أردنا، ولكن من الأحسن تركه على الاسم الافتراضي. هنا يخيرنا ما إذا كنا نريد يعني فتح هذه الخيارات
فقط بالنسبة لنا user only أو لجميع المستخدمين. من الأحسن تركها لجميع المستخدمين إذا أردنا بطبيعة الحال تحويل هذه المشاريع لأشخاص آخرين ليستخدموها في حواسيبهم، حتى لا يطلب منهم البرنامج سيريال نمبر أو أي شيء آخر. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على next. إذا هنا سوف نتأكد من جميع يعني المعلومات، المكان الذي سوف يتم تثبيت البرنامج فيه، وكذلك اسم الملف الذي سوف تضع فيه المشاريع، ثم نضغط على next أو التالي. الآن البرنامج سوف يقوم بالتثبيت. سوف ننتظر بعد الوقت، ربما سأسرع الفيديو حتى لا يطول بشكل كبير. هكذا يكون البرنامج انتهى من التثبيت، يبقى فقط أن نضغط على finish. هذه هي أيقونة البرنامج، سوف نقوم بالضغط عليها ضغطتين طريق زر الماوس. اسم الشركة التي أنتجت البرنامج هي هذه Indigo Rose، وهذه هي واجهة البرنامج. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نشرح أهم الخصائص التي تتوفر في واجهة البرنامج، برنامج AutoPlay Media Studio. دمتم في رعاية الله وحفظه.